فضائل سورة الإخلاص وأسمائها. فكثير من أبناء المسلمين أصبح يأخذ ثقافته ويأخذ عقيدته ويأخذ معلوماته عن طريق هذه الوسائل وعن طريق القنوات، عن طريق أناس ليسوا بموثوقين في دينهم ولا في أخلاقهم ولا في أقوالهم ولا في آرائهم. يا أيها المسلم، إن مصدر التلقي للعقيدة والأخلاق وللأحكام والأخبار الصادقة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فحسب. كم ترى وتسمع من الطاعنين في الدين بين المسلمين، منهم من تنصر ومنهم من تهود ومنهم من ذهب إلى الإلحاد ومنهم من طعن في المصلين ومنهم من طعن في الصالحين ومنهم من يسخر ومنهم من يستهزئ إلى غير ذلك من البلايا العظام التي سببها الأول عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، سببها الأول عدم الاكتفاء بكتاب الله وسنة رسوله، سببها الأول عدم الاقتناع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. خطبة للشيخ محمد بن دحان حفظه الله كانت بتاريخ 25 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلمون ويا عباد الله، اتقوا ربكم الذي أمركم بتقواه وأمركم بعبادته وأمركم بطاعته، وأرسل إليكم رسولاً هو خير الرسل، وأنزل إليكم كتاباً هو خير الكتب، إنه القرآن العظيم. أفلح وفاز وظفر ونجح من تدبره، ومن تلاه حق تلاوته، ومن عمل به، ومن جعله له إماماً وقائداً ومنهجاً إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، نحن بحاجة أن نتدبر كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، لنستفيد ولنهتدي ولنسترشد ولنسير إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. نحن بحاجة إلى النور، نحن بحاجة إلى الفرقان، نحن بحاجة إلى الهداية التي في كتاب الله عز وجل. ونقف في هذا المقام المبارك مع بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، ومع سورة من قصار المفصل، ولا أقول من صغاره، فليس في القرآن شيء صغير
بل هي قصار في طولها، ولكنها عظيمة في معانيها وكبيرة فيما اشتملت عليه تلك السور وتلك الآيات وتلك المعجزات العظيمات من الله عز وجل رب السماوات وخالق البريات. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا عن سورة من قصار المفصل هي من أعظم سور هذا القرآن العظيم، فيها صفة الرحمن وتعدل ثلث القرآن، فيها نسبة الله عز وجل سبحانه، فيها المعرفة التامة لمن أراد معرفة ربه جل وعلا سبحانه. أيها المسلمون، إنها سورة الإخلاص التي قال الله عز وجل فيها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من أصحابه يقرأ بهذه السورة فقال: وجبت. قال أبو هريرة: فقلت: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له الجنة. إنها من أسباب ورود الجنان ومجاورة الرحمن جل وعلا سبحانه. إنها سورة عظيمة، هي سبب لمن قرأها ولمن عمل بها ولمن لزمها ولمن فقهها، سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، سبب لمحبة الله عز وجل. كما جاء في حديث عائشة عند البخاري أن رجلا من أصحاب رسول الله بعثه رسول الله على سرية، فخرج فكان يؤم أصحابه، وكان إذا صلى بهم وقرأ بعد الفاتحة ختم قراءته بسورة الإخلاص. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه بذلك، فقال: سألوه لماذا يصنع ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. يحبك الله، أحببت هذه الصورة التي تعدل ثلث القرآن في ثوابه وأجره وجزائه، وهي أيضا تعدل معاني ثلث القرآن. فالقرآن عقيدة وتوحيد، وهذه السورة أساس من أسس العقيدة والتوحيد. وأيضا ثلثه الثاني أخبار، وثلثه الثالث أحكام. فيا مسلم، إن الأحكام وإن الأخبار أساسها العقيدة والتوحيد. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه كما في حديث أبي الدرداء وجاء من حديث أبي سعيد، قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة بثلث القرآن؟ فقالوا: وكيف يقرأ بثلث القرآن؟ وفي رواية أبي سعيد قالوا: وقد شق عليهم ذلك، وأينا يستطيع أن يقرأ في ليلته بثلث القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. مر رجل من أصحاب رسول الله على رجل آخر وهو يصلي بالليل ويقرأ القرآن ويكرر سورة الإخلاص. فلما أصبح هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، يراها قليلة، الناس يقرؤون أجزاء ويقرؤون ما كتب الله لهم من السور، وهذا يقرأ بسورة الإخلاص.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وهكذا عباد الله، مما جاء في فضل هذه السورة أنها سبب لدخول الجنة ما جاء أن رجلاً من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس كان يؤم الأنصار في مسجد قباء، وكان إذا أمهم وقرأ القرآن يفتتح بعد الفاتحة بسورة الإخلاص بقل هو الله أحد هكذا دائما. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في ذلك، فقال: يا رسول الله إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وهكذا جاء عند أحمد من حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر بن الخطاب: إذا نكثر يا رسول الله، أو قال: إذا نستكثر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر وأطيب. وجاء مرسلا بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. فقال عمر: إذن لنكثر يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أوسع من ذلك. نعم يا عباد الله، إن هذه السورة لسورة عظيمة ولسورة جليلة، لسورة فيها الخير، فيها خير الدنيا وفيها خير الآخرة. ألا فاحرصوا على تلاوتها وعلى تدبرها والإكثار منها، واستحضروا معانيها وتفهموا ما جاء فيها، وادعوا الله بها، فإن من دعا الله بها غفر الله عز وجل له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث بريدة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل من أصحابه وهو يصلي ويدعو، يقول في دعائه: اللهم إني أسألك أني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فقال: نعم. قال فقال بعدها: أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذ سمع هذا الدعاء العظيم وهذا النداء الكريم لله رب العالمين، قال: قد غفر الله له، قد غفر الله له 3 مرار. وجاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل من أصحابه وقد قضى صلاته وهو يتشهد في التشهد الأخير وهو يدعو الله، فيقول: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال:
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يا عباد الله، نحن في غفلة عن هذه الفضائل الكريمة في هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة الإخلاص، فيها إخلاص العبادة وإخلاص التوحيد لله عز وجل، وهذا أشهر أسمائها. فيها إخلاص لله عز وجل، وفيها تخليص لصاحبها من الشرك بالله والكفر، وتخليص له من نار جهنم، وفيها تخليص له من النفاق. ولقد سميت بأسماء أخرى، سميت بقل هو الله أحد كما سمعت ذلك في الأحاديث، وسميت بالتوحيد لأنها تدل دلالة واضحة على وحدانية الله رب العالمين وانفراده بالعبادة، وسميت بسورة الأساس لأنها أساس الدين والعقيدة وأساس الإسلام الصحيح، وسميت أيضا سميت بسورة التجريد لما فيها من تجريد لله عز وجل، لما فيها من تجريد التوحيد لله، ولنفي صفات السلب عن الله عز وجل، وسميت بسورة التفريد لما فيها من إفراد الله عز وجل، وسميت بسورة المعرفة لأن من أراد معرفة الله حقا وحقيقة فإنه سيجدها في هذه السورة، وسميت بسورة الولاية فمن حققها فهو ولي الله رب العالمين سبحانه، وسميت بسورة النجاة فمن حققها نجا في الدنيا والآخرة، وسميت بسورة البراءة فإن فيها براءة لصاحبها من أضرار الدنيا والآخرة، وسميت بسورة الصمد لامتيازها على غيرها من سور القرآن، فلم يذكر هذا الاسم لله عز وجل إلا في هذه السورة من كتاب الله عز وجل، وسميت بسورة النسبة لأن المشركين وقيل اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فقال فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه السورة. إذن هي نسبة الله وهي صفته العظمى سبحانه وتعالى، وسميت أيضا بسورة المانعة لأنها تمنع العذاب عن صاحبها، وسميت بسورة المذكرة لأنها تذكر بحق الله الأعظم، وسميت بسورة المحذرة، وسميت أيضا لأنها تحذر الناس من الشرك بالله عز وجل ومن التقصير في حقه، وسميت أيضا بالمنفرة التي تنفر عن الشرك بالله، وسميت أيضا بسورة النور لما فيها من نور الله عز وجل المتجلي ولما فيها من العظمة الإلهية، وسميت بسورة الأمان فمن جاء بها أمين في الدنيا والآخرة، من حققها أمين في الدنيا والآخرة، وسميت أيضا بالشافية فمن استشفى بها شفاه الله عز وجل، وسميت أيضا بالمعوذة وقد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع المعوذتين مع سورة الفلق والناس واستشفى بها عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، إنها سورة عظيمة بدأها الله بقوله في كتابه الكريم: قل هو الله أحد، أي قل قولا جازما معتقدا لما فيه معترفا به رافعا به صوتك، لا تستحي من هذا القول، قل فإن الله هو الذي قال، فيا رسول الله قل هو الله أحد، وهو إشعار للأمة أن يقولوا بقول الله، فالله هو الذي قال عن
عن نفسه وأفرد نفسه ووحد نفسه سبحانه وتعالى. فنحن كذلك، قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هو الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الله. فتعرف على الله من كتاب الله يا عبد الله، قل هو الله أحد، أحد متفرد، متفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، تفرد وتوحد وتجرد، نعم سبحانه وتعالى. فهو الواحد في ذاته، وهو الواحد في صفاته، وهو الواحد في أفعاله، تعالى سبحانه وتعالى. وتنزه عن شرك المشركين، وعن ظلم الظالمين، وعن أذية المؤذين، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه الآية. ونأتي على نبذ يسيرة لنعلم ما اشتملت عليه هذه السورة. ثم قال الله عز وجل: الله الصمد، الله الصمد، كرر اسمه الأعظم وهو الله، فهو الصمد السيد الذي ليس فوقه شيء، هو السيد الذي بلغ في السؤدد مبلغه ومنتهى، هو السيد الذي يصمد إليه الخلق سبحانه وتعالى، ويقصده الخلق في طلب حوائجهم وأمورهم سبحانه، هو السيد الذي لا جوف له، هو السيد الذي لا يشرب ولا يأكل ولا ينام ولا يلبس، هو السيد سبحانه وتعالى الذي لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره ولا راد لقضائه، هو السيد الذي لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه، هو السيد الذي لا يفتقر إلى أحد وكل أحد يفتقر إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إذن إن اسم الصمد هو اسم عظيم، فيه السيادة المطلقة لله رب العالمين، وفيه افتقار جميع المخلوقات إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، وفي الآية الثالثة بعد أن بيَّن رب العالمين أن له الكمال المطلق في صفاته وذاته وأفعاله، وأن حاجة الخلائق بيده، قال بعدها: لم يلد ولم يولد، فليس له ولد وليس له والد وليس له صاحبة، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، ليس له فرع ولا أصل، ليس يولد من غيره، ولم يلد أحدا من خلقه،
فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو المنفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية رد على ثلاث طوائف على المشركين واليهود والنصارى. أما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله، قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال: ما اتخذ الله من ولد. ورد الله عز وجل على اليهود والنصارى فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون. إن الإنسان وإن المخلوق يحتاج إلى الولد لضعفه وفقره، يحتاج إلى الولد في هذه الدنيا معينا له ومساعدا له على أعباء الدنيا وأمورها، ويحتاج إلى الولد إذا انتقل إلى الموت أن يرثه في أهله وماله وأن يصلح من حاله من بعده. ربنا عز وجل وتقدس وتطهر عن هذا كله، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم الذي قام به خلقه وقام بنفسه، وهو الغني الذي لا يفتقر إلى أحد، وهو العليم الذي علم كل شيء، وهو المحيط الذي أحاط بكل شيء علما. إنه سبحانه قد بلغ في هذه الصفات الذروة والكمال، عليم قد كمل في علمه، قدير قد كمل في قدرته، حليم قد كمل في حلمه، عظيم قد كمل في عظمته، كريم قد كمل في كرمه، إلى غير ذلك من صفاته. فكيف يحتاج إلى والد أو إلى ولد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لم يلد ولم يولد، الولد جزء من أبيه، والوالد يتجزأ منه الأولاد، والله عز وجل صمد وفرد وواحد أحد، ليس فيه شيء من مخلوقاته ولا من مخلوقاته فيه ولا في مخلوقاته منه شيء سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل، ولم يكن له نظير، ولم يكن له شبيه، ولم يكن له عديل، ولم يكن له شريك، ولم يكن له معين، ولم يكن له ظهير. إنه سبحانه قد استغنى عن خلقه جميعا. اشتملت هذه السورة العظيمة على أمرين مهمين، وتضمنت شيئين كريمين: الأول إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال بأكمل إثبات لله جل وعلا، والثاني نفي صفات السلب والضعف والفقر والحاجة والنقص عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. المقصود في جميع المطالب المستعان عند نزول المصائب الذي يرغب إليه كل راغب ويرهبه كل راهب. نعم أيها المسلمون، ولعظيم هذه السورة فقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءتها في اليوم والليلة في أحوال وأوقات، ومن ذلك أن جعلها عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح والمساء. تقال في أذكار الصباح والمساء 6 مرات في اليوم والليلة، وهكذا تقرأ 5 مرات أدبار الصلوات بعد آية
الكرسي، الآية العظيمة التي فيها صفة الرحمن. وأيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في ركعتي الفجر، في راتبة الفجر في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وكذلك في راتبة المغرب في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وكذلك في ركعة الوتر. وهكذا شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءتها في الركعة الثانية من ركعتي الطواف خلف المقام، وهكذا شرع قراءتها عليه الصلاة والسلام لمن كان مريضا رقية واستشفاء بها مع المعوذتين، فسماها معهما المعوذات. المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهكذا شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءتها في موطن عظيم وموقف كبير يكيد للمؤمن فيه الشيطان الرجيم عدو الله إبليس، الذي يسعى جاهدا، يسعى ليلا ونهارا في تشكيك المسلم في دينه، وفي تشكيك المسلم في ربه سبحانه وتعالى. فيأتي الشيطان يوسوس للإنسان: إن الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ يريد أن يدخل هذا الإنسان في الإلحاد بالله رب العالمين. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: إذا وجد أحدكم ذلك فليقل الله الصمد، فليقل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإلى أولئك الذين ينادون بالإلحاد: لو أنكم قرأتم هذه السورة صدقا منكم كما قرأها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأعاكم الله من الإلحاد، وأعاذكم الله من الطعن في رب العالمين، وأعاذكم الله من التحدي لرب العالمين. إن الملحدين عباد الله ما عرفوا هذه السورة ولا فقهوا هذه السورة، فدعوة لكل من أراد أن يسلم له دينه، وأن يسلم له إيمانه، وأن يعبد ربه، وأن يوحده، أن يقبل على كتاب الله، وأن يقبل على هذه السورة حتى يتدبرها ويتفهمها ويعمل بها. عسى الله أن يرحمه وأن ينقذه من براثين الإلحاد المتكاثرة المتطورة المنتشرة في وسائل الإعلام وفي القنوات العالمية وفي الشبكة العنكبوتية، تلك الدعوات الكثيرة في تشكيك الناس في دينهم. وللأسف فكثير من أبناء المسلمين أصبح يأخذ ثقافته ويأخذ عقيدته ويأخذ معلوماته عن طريق هذه الوسائل وعن طريق القنوات، عن طريق أناس ليسوا بموثوقين في دينهم ولا في أخلاقهم ولا في أقوالهم ولا في آرائهم. يا أيها المسلم على رسلك، يا أيها المسلم، إن مصدر التلقي للعقيدة والأخلاق وللأحكام والأخبار الصادقة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحسب. إنك إن فتحت أذنك وإن استقيت ثقافتك ومعلوماتك من أعداء الدين ضللت ضلالا بعيدا، وزغت زيغانا كبيرا، وابتعدت عن ربك جل وعلا، وتشككت في دينك، وتشككت في عقيدتك وفي إيمانك. كم ترى وتسمع من الطاعنين في الدين بين المسلمين، منهم من تنصر، ومنهم من تهود، ومنهم من ذهب إلى الإلحاد، ومنهم من طعن في المصلين، ومنهم من طعن في الصالحين، ومنهم من يسخر، ومنهم من يستهزئ، إلى غير ذلك من البلايا العظام
التي سببها الأول عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، سببها الأول عدم الاكتفاء بكتاب الله وسنة رسوله، سببها الأول عدم الاقتناع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فيا عباد الله أقبلوا على كتاب الله وعلى تعلم العقيدة الصحيحة، ففيها النجاة وفيها الفوز وفيها الحرز من هذه الأفكار الباطلة. إن كتب العقيدة، إن تفسير القرآن يدرس في دور الحديث وفي هذه البيوت، في مساجدي، في مساجد الله. فأقبلوا على المساجد وإياكم، واغترار بالإنترنت والثقافة الغربية الأوروبية والأمريكية الروسية والصينية، إياكم ثم إياكم أن تقعوا فريسة لهذه الثقافات الباطلة، إياكم أن يقع أولادكم فريسة لهؤلاء. انتشرت الجوالات في أيدي الرجال والنساء والصغار والكبار، والحاصل أن التأثر بثقافات الأعداء قد حصل، والله المستعان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، عليك بأعداء الدين المتآمرين على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل ما بأيديهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم رد شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين وعمة المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أصلح شأننا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا إلى الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب.